Gino! Gino! Sonny, I'm with Gino! Gino! خلاص يا عطية، خلصت على الجهاز اللي دادي جايبه لي كله. دادي مين ده يا بت؟ بابي. برعي المنجد بقى اسمه دادي يا بنت المنجدة. بقولك يا بت، صمت تام. جري حالا تروح تجيبي لي الواد بتاع الدش. حاضر. خلاصي. اهو جه اهو اهمد بقى. خلاصي. مساء الخير، ده منزل الاستاذ عطيه ابو الضلوع. اه انت بتاع الدش؟ اسمها بتاع الدش، اسمها انا المهندس فني الكترونيات. طب خش يا باشمهندس الكترونيات قول له الكلام ده جوه. حاضر يا فندم. مساء الخير. لا مؤاخذه، سوري، انا اسف سامحني. اصلا مساء الزفت والقطران عليك. انا اسف يا حاج. انت بتاع الدش؟ ايوه يا فندم، انا مهندس فني الكترونيات تحت امرك. ولا انا اسف. ولا ايه في ايه يا فندم؟ عارف لو ما ظبطتش الدش ده انا هعمل فيك ايه؟ لا تقعد تشوف شغل كده. مش هضربك بايدي ديه. لا بلاش دي. عشان دي ضربت العظماء. اندرتيكر وهوجن. هو في ايه؟ انا هضربك بايه بقى؟ اه صاعق الناموس. صاعق ناموس؟ ايه ده، محاشره؟ هو ابوكي ماله، مجنون ولا ايه؟ اهلا جوز حضرتك. ليه عملوه ده؟ انت صباع من صوابعه. امرني يا فندم. انت شكلك مستبزني. اه مستبزك ليه يا عم؟ انا لسه انا جاي اصلح لك الدش. شكلك مستبزك. فين بطاقتك يا بطاقتي؟ ليه حضرتك وانا على المحور؟ ايه موضوع بطاقتي ده؟ اديله البطاقه. اتفضل يا حبيبي، بطاقه. اتفضل يا فندم، ما تقلقش كله هيبقى زي الفل. تصدق شكلي اديتها للجنه وما ادوهانيش تاني. معلش. بتاعتك فين؟ ما انا بدور عليها حضرتك، اصل انا اتفاجئت، انا جاي اصلح مش جاي اطلع لجنه ولا اقدم في التجنيد. خلي موضوع البطاقه ده بعدين، سيبني اصلح لك المصلحه، اوكي؟ انت اسمك ايه؟ ايه؟ اسمك ايه؟ مش مشكله اسمي، خليني انا اعرفني بشغلي. ايه اللي هربان منك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه؟ قناة الساموراي. ساموراي ايه؟ ده انا عندي شوية قنوات بتنزل شغل احلى من اللي في الساموراي. لا، قناة الساموراي بقالها 3 ايام بتقطع والنهارده قطعت. اسمع كلامي بس. اسمع كلامي، انا هجيب لك قنوات بتجيب شغل احلى من الساموراي. ايوه، العظماء الستة. ستة؟ ايوه. العظماء ستة ايه يا ابني؟ العظماء السبعة. ما الزعيم بتاعهم مات من شهر، انت مش متابع، شكلك مش متابع. انا هدلعك. سبعاوي مات. ايوه، هو يعرف السبعاوي؟ سبعاوي مين؟ ده انا بهجس معاك يا اخ. واحد الله. السماوي مات. هو قريبه يا مدام؟ قريبه؟ طب خلاص لو سمحتوا، عايز ريموت التلفزيون عشان ابدا اشتغل. ريموت فين؟ هتلاقيه هنا ولا هنا؟ دور عليه، انا بشتغل عندكم مش بيتكم. ريموت فين؟ يا عم ما تهدى بقى، وترتنا. دور على ريموت. انا ادور ليه وانا مالي ومش بيتك؟ اجري دور على الريموت. يلا. هو طبيعي ولا هو اللي مش انتوا شكلكم انتوا اللي ادور عليه فين؟ دور عليه هنا. حاضر، انا بشتغل عندكم. ودور انت كمان هنا. خد ايه اللي حضرتك؟ ما في، ممكن تقول لو سمحت. انا اقوم. اصلك واخد نص الشقه فممكن يكون موجود. أول. ما بقومش، انا اسف. انا اسف. اعتمد على نفسك. اعتمد على نفسك. لف لف. يا نهار ازرق ومنير. طب حضرتك، طب بسيطه، انا ممكن انزل اجيب 12 ريموت واجي لك على طول. لا. ليه انت مش واثق فيا؟ بطاقتي معاك اهي. لو مش واثق فيا. انا شاكه ان هو اللي خد الريموت اصلا. ده نقاش. ده انت نقاش. ايوه، في ايه نقاش؟ بس هوايتي الاساسيه واللي ناجح فيها الالكترونيات، ما فيهاش حاجه يا جماعه. ولا ايه؟ ولا انا الريموت ده بالذات لازم تجيبه لي. عارف ليه؟ ليه؟ هو ايه الموضوع؟ خير يا فندم؟ انا كان عيد ميلادي الاسبوع اللي فات. كل سنه وحضرتك طيب. وماما الله يرحمها جابت لي هديه قبل ما تموت الاسبوع اللي فات. امك ماتت الاسبوع اللي فات وبتتفرج على التلفزيون؟ ده انت البعيد ما عندكش دم. والله الراجل ده ما عنده دم. خلاص واحد الله. طب اعمل ايه؟ انزل اجيب لك ريموت واجي يا فندم. لا انا عايز الريموت ده. طب هو بتاعي، انتوا اصحاب الشقه مش انا. الريموت ده، بصي الواد ده انا شكلي فيه. شكك في ايه؟ وانا كمان شاكه فيك ان انت اللي خدت الريموت. لا تبان عليكم هي مجنونه وانا وقعت فيك. واحد الله واحد الله. تعالى بس ما تلبس. هو بيعمل بيوطي فجاه في وشي ليه كده؟ تعالى استنى. ايه ده من الريموت اهو. يا هوب يا هوب، موت اهو. خد يلا الريموت اهو. اهرب اهرب. وحياة امك وهسيبك. بتاعتك معايا. الريموت. تعالى. الحمد لله مفيش حد شافني وانا داخل العمارة. انا هعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ يا نهار اسود. مين؟ الو، فين الريموت؟ هجيبك. الله يخرب بيتك. وادي التليفون. اعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ الراجل ده شكله مش هيسيبني في حالي. يخرب بيتك. مين؟ الباشمهندس كريم النقاش. ازيك يا خالد؟ ازيك؟ ايه ده؟
مال لونك مخطوف كده ليه؟ بقولك ايه ما تقرفنيش، ازيك وماما عامله ايه؟ كويسه؟ انتهينا. لا ولا لوني ولا زفت. قول لي لونك مخطوف كده ليه يا سيدي؟ انا مخطوف ولا حاجه خالد، ما تقرفنيش بقى. لا والنبي تقول لي. عليه الصلاه والسلام، انا فورت يا خالد وقررت اهرب. ايه ده؟ انت كمان؟ اه، وفي حد تاني هرب؟ انا كمان هربان. هربان ليه؟ من الاكتئاب. انت لسه عندك الاكتئاب؟ ما تجمد بقى يا خالد شويه بقى، عيب يبقى جاري كده، اجمد بقى. مش انا لوحدي اللي هربان، ده كل العماره هربانين. تكلم بجد؟ اعتنيني، بقول مفيش حس في العماره. مين هرب يا خالد؟ عرفت انت ماجده اللي في الدور الاول؟ اه. هربانه. هربت ليه يا خالد؟ بس مش كلها هربانه. مش كلها دماغها هربانة. بس اللي هربانه منها. ومين تاني؟ كان سوسن في الدور الاخير هربت برضه. ايوه الله، انت عارف كل الستات اللي هربت مفيش راجل اخباره عندك؟ ما تجمد يلا وتقعد مع الرجاله بقى. بقول لك ايه، انا جات لي فكره حلوه قوي. ايه؟ تيجي نهرب مع بعض؟ وربنا ما هرب معاك. عايز حاجه تاني؟ ليه كده؟ كده والله ما هرب. اذا كان انا مش طايق الناس كن معاك في عماره واحده من رغيك ورزلتك. والنبي اهرب معايا. اهرب مش معاك. ههرب معاك، ما تقرفنيش بقى بدل ما اعورك. يوه ايه ده عيل الرزق ده؟ هو ده وقته؟ دماغي وجعاني وودني كمان وجعاني، مش عارف ارد. طب ايه، ارد لك انا؟ لا لا، هفتح السبيكر. الو، فين الرموز؟ تعطيه. عطيه مين؟ وربنا عطيه. ده عايزك انت. مش هبقى. ارمي التليفون، ارمي التليفون. ايه ده؟ ارمي. روح استخبى عند امك. اسكت انت. طب هكلمه، يمكن عايزك ولا لا؟ مش عايز، انا مش يا عايز. يا كريم تعالى هنا، انا بقول لك ابعد. يا كريم سبحانك يا رب في حكمتك، فجأة قرر اهرب من بيتي ومن دنيتي اللي انا بحبها. واهرب عشان ايه؟ يا ريت عشان حاجه مهمه، حاجه تافهه. ريموت، ريموت. أسيب السطوح اللي اتربيت فيه وكبرت فيه، أسيب الدشات اللي كنت بلعب فيها رايح جاية وأنا صغير، الدش دوت بتاع أنكل عبد الحميد اللي في الدور التاني، أنا عارفه، ركبته معاه، بس كان راجل رخي، أنا بوظهولي، يلا، العرب ساتي الجميل، لكل العمارة فرحت لما ركب، بس خلاص بقى أنا ههرب وهم يقعدوا يتفرجوا، إن شاء الله على النوم ما اتفرجوا على حاجة، بس، أنا هبوظ كل الدشات. ممشيش انا وهم يطلعوا يتهنوا بالسطوح اهو، كله غلط. يلا يلا، والتكعيبه اللي انا عاملها بايدي، كل ده ريموت يضيعه. يا رب يا رب. ايه ده؟ ابويا ادعي لي يابا، ادعي لي يا امي، ادعوا لي في رحله الهروب الكبيره اللي هبداها. ما شاء الله عليك ابويا، بص ابويا كان برنس ازاي وقمر، وامي وشها زي القمر، بس شكلها كانت بتشتغل عنده في الاول لانه المستوى فيه فرق كبير. بس ام ابويا هعمل ايه؟ والنبي تدعوا لي. يا نهار اسود، انا فجاه قررت اهرب. طب اهرب اروح فين؟ ارض الله كبيره قوي، دي لازم خطه. انا اول هروب ليا في الشقه اللي تحتينا عند عمتي، اقعد لي بتاع شهرين يهدوا عليا شويه. بعد كده رحله الهروب الطويل شويه في الشارع اللي ورانا، اقعد لي سنه يكونوا نسيوني. بعد كده اجي اختفي هنا بقيت عمري. هي دي خطتي بامر الله. رايح بقى عشان شكل الرحلة هتتعبني شوية. هو فين؟ هو ايه؟ مش عارف، احنا بقالنا 3 سنين بنسالها هو فين لحد ما نسيت احنا بنسالها عن ايه. كلام قصاها يبهدلنا، ده ممكن يموتنا. لا بس في سؤال ممكن يخليها تجاوب. ايه هو؟ هو فين؟ هو مين؟ هو فين؟ هو ليه؟ هو فين؟ هو فين؟ البتاعة دي مضايقاني قوي، مش عارف ابرق. اعترفت؟ صنصن يعني ايه؟ ما اعترفتش. طبعا، وهتعترف ازاي؟ ما انا معايا 2 نسوان، لو معايا رجاله كانت تعترف، لكن انتوا بقالكوا 3 سنين بتستجوبوها. طبعا هتقعدوا تقولي بقى 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 اوف هات. عارف انا بسكر اوفر كده ليه؟ عشان اغيب عن الوعي. رميتوا التلفزيون فين يا بت؟ وديتي الريموت فين يا بت؟ اه صحيح، ما انت في بلاستر، هتتكلمي ازاي؟ طبعا طبعا، ما انا معايا جزء اغبيه بتستجوبوها وحاطين لها بلاستر. يا جدعان عيب يا جدعان،
يا جدعان رعوني بقى، ده انا بدفع فلوس ومهدد نفسي في الاخطار اللي في البحار وقرصان ونيل. الله ماشي ماشي، وديت الريموت فين يا بت؟ اكلمك ادي حجتك اهي. فين الريموت؟ ما خلاص تستهبل، مش بتلك الزفت. فين يا بت ريموت؟ في الليفينج. فين؟ في الليفينج. تقول لك في الليفينج؟ فين في الليفينج؟ تحت الكليم عند الليب. الكليم عند الليب. عند الليب. انت جبتها منين دي؟ الحلوه منين؟ من سافت. في حاجه اجدع ناس سافت وناس سافت. ثانيه واحد، ما ما قالك شلت البلاستر؟ قالت في الليفينج، مش محتاجه مجهود صح. انا في حاجه كده نفسي اعملها وانتوا حسيتوها. خايفين، انتوا خايفين صح؟ معلش معلش سكوا مرس. ما بفهمش كلام. ايه الاوفر ده؟ انضربت بصاروخ يا عم ده. معلش مش هتفرق. بقعد ولا اقول لك سلامت؟ قتلتهم كلهم. لبست الركاله. اسمع اللي عليك. يا قمر الله يخليهم لك. اتكل على الصبر وانا اروق. ايه ده ايه ده؟ ده انت فهمتيني غلط خالص. ده انت طلعتي مراهقه. انا راجل ما بركزش في شهواتي، انا عايز الريموت وخلاص. فين الريموت؟ لا يا لعوي يا لعوي يا فضحتي. بري يا بنت وانا اختصمك، بقول لك هقتلك. عارفه ليه؟ عشان اتفرج بالريموت لوحدي في الليفينج. اي بقول لك ايه، بقول لك ايه يا بنت، الريموت الصغير بتاع الدش معاك؟ اه اوكي. ايوه بشكل قوي. هات هات بق. انا مش لسه ضربك طليتين، انت هتستظرف. مساء الخير ابو جمانه. ايه ده؟ انا رجلي الخشب منمله ليه كده؟ في الليفينج تحت الكليم عند جلاب. 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 يا اخويا بطل السبيرتو اللي بتشربه ده، هيتموت. هيموت يا فوزي. الريموت يا فوزي بتاع ماما. لازم اجيب الريموت بتاع ماما. لازم اجيب ريموت ماما. وبتاع الباب. مساء الخير. انا ممكن اسال حضرتك شويه اسئله؟ معلش خديني على قد عشان انا هتجنن. خديني على قد عادي. انت عندك سجاده؟ عندك سجاده في البيت؟ لا عندي كليم. عندك ايه؟ كليم. قوليها بصوت عالي. عندي كليم. وعندك ايه من الاجهزه والالكترونيات خاصه بيكي؟ ده سؤال برضو؟ اه عندي لاب. هو ده الكليم واللاب. تعالي قفشتها لك يا اللي قاعد. انت بتشرب ايه؟ ثلاث خمسات يا هايب. اسمع اللي هقوله لك. انا نمت شويه وربنا كرمني، شفت المنام طلع كل الحقيقه. شفت ان احنا كلنا ببحر وناس لابسه لبس غريب ومش عارف من الناس دي كلها الا الوليه دي. بقول لها فين الريموت؟ كنت انا لابس برضو لبس زيها زي اللي في البحر. قالت لي الريموت تحت الكليم عند اللاب. تحت الكليم عندي ايه؟ عند اللاب. بس تعالي نمشي ورا بعض بقى. فين الكليم؟ ادي الكليم. تعالي هنا. تعالي وليه هنا. فين اللاب بتاعك؟ فين اللاب؟ ادي اللاب. فين؟ ايوه وادي الكليم. طب نقلب كده. قلبي. الله اكبر. الريموت 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 بتاع امك اهو. يهبل يهبل امسك. الله يخرب بيوتكم. اوعى يحصل لك حاجه في التلفزيون وتبعت لي تاني. خد ايدي مني. خد ايدي. خد في خلقتك. خد ايدي مني. قرف. اوعي. يلا يا نبي. يلا خد ايدي. انت بتخونيني يا بنت. نبي يا اخي عشان تبطل تتفرج على قنوات المصارعه دي وتقعد معايا شويه. انت مالك؟ انت مالك تاخدي ريموت ماما ليه؟ تاخدي ريموت ماما ليه؟ بقول لك ايه؟ انا هطلعك بالثلاثه. عايز اتفرج على الريموت لوحدي. امشي امشي. تعالي لي يا ماما. تعالي لي يا ماما حبيبتي. الحمد لله ماما جابت لي ريموت. الله يرحمك يا ماما. الله يرحمك. سعيدة يا خواجة خريستو. يا آخر يا آخر سيبخابة. كلميرة سيبخابة. كلميرة. إزاي ابنك الكبير يني؟ بخير الحمد لله. بخير. وابنك الصغير يني؟ بخير الحمد لله. وبنتك الأمورة يني؟ بخير الحمد لله. أنا بدي منك وقت توم وتزيدني عليهم لو تكرمت نص وقت توم. إلهي بكين. فادر جيم كامل. ممنونك ممنونك ممنونك. فادر جيم كامل. مساء الخير.
لو تكرمت لو جالك توم شيعلي حد عند البيت. تحت امرك سمخاف. مساء الخير كلميرة. مساء الخير سمحام. سعيدة يا فتحية. سعيدة مبارك يا سمحام. فضلي يا فتحية، من مجهودي الشخصي وكدي وشقايا جبتلك كل طلباتك. البت لأكون نسيت حاجة، استرها يا رب. من جهة نسيت فانت نسيت يا سي محمد، نسيت قبولاتك ليا. أنا ما نسيتش قبولاتي يا فتحية، أنا بدي أقولك إني واخد على خطري منك حبتين تلاتة. يا ندمتي إزاي كده يا سي محمد؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. ايه؟ ده انا اعشقك. انزح شوية فتحية. يا عفريتة، يا محتالة، يا بتاعت جوز ولا فرد، بتضايقيني وترجعي تستغلي مرؤتي وشفقتي وطبتي لدرجة اني بفكر اصفح عنك. صدقني يا سي محمد، غيابك عني في العمل بيزود من شكوتي وشجوني، وبسهر طول الليلة ناجي القمر في غيابك. بس ده مش معناه يا فتحية انك ايه؟ هو ده سبب مضايقتي. نسيتي تصحي في الصباح تلمعي لي طربوشي لاجل منزل شغلي مرتاح. هو ده اللي اتعلمتيه في بيت والدك؟ طربوشك؟ طربوشك على راسي يا راجل. سامحني يا سي محمد، سامحني. زيدي في البكا والأسى لأجل أصفح عنك. أصفح عني يا سي محمد، أصفح عني، سامحني. عايزك تفهمي كمان يا فتحية إن بكد وبكدح في الشغل، وساعات كتير بتعور لأجل ما نحوش التلاتة جنيه وأجيب لك الراديو الترانزستور اللي يونسك في وحدتك. يا حبيبي يا سي محمد. يا ما نفسي يا فتحية إبليس يبعد عن عشنا شريعين تلاتة ونعيش في هدوء ومحبة، لا نكلم حد ولا نكلم حد، ونعيش في حبنا الهادي طول العمر. يا رب يا سي محمد. بتبكي ولا بدك ترجع يا فتحية؟ محبش أشوفك كده، عايزك شجاعة تتعودي على قسوة الأيام. مفيش ورد من غير قصرية ورد بالطين تشيله، والدنيا على كده وكده، واللي يدوق القسوة يحس بلذة النعيم. ربنا يخليك ليا يا سي محمد. فتحية أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. بص كده. ازيك يا ناديه؟ ازيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح؟ متضايقه من حاجه؟ ايوه انت مضايقاني بصراحه يا ناديه. انا يا ممدوح ليه؟ في ايه؟ 100 مره قلت لك يا ناديه انا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لا؟ انا بسمع كلامك يا ممدوح، انت بس قول لي عايز مني ايه وانا اعمله لك. قلت لك كم مره يا ناديه ما تلبسيش بنطلون؟ وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في ايه؟ مش مساله مش عاجبني، بس بص حواليكي، احنا بقينا في السبعينات يا ناديه، سبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير. ولا انت مش واثقه من رجليك يا ناديه؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفه لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمه يعني ايه في السبعينات يا ناديه؟ مش معقول، لازم تتطوري. مش معنى ان انا علمتك تشربي بيره وسجاير يبقى هو ده كل اللي انا عاوزه منك، في حاجات لسه يا ناديه. يعني مثلا بصراحه ما تزعليش، شكلك لسه عايشه في اليشمك والملايه اللفه بتاعت زمان. أو نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد،
اسمه هاني شاكر. قمر 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 واغانيه سكر جنني جنني. عارفه اغنيته بتقول ايه؟ بتقول كده برضو يا قمر تطوعني على السهر كده اهو كده اهو. ما انت عارف يا ممدوح يا حبيبي انا ما بسمعش غير اجنبي، البيتلز، الفيس بريسلي. انت هتفتي، ما انا قفشك من يومين بتسمع احمد عدويه. او نو نو ايه وبتاع ايه؟ بقولك عيشي السبعينات. انت مش شايفه السوالف قد ايه؟ ده انا بنهج منها وانا قاعد في العربيه. وبعدين عبقريه السبعينات، بصي بصي هوريكي حاجه افهمك. شايفه الجزمه دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات، دي صبخ رصانة، خلي بالك مش جزمة تافهة. عيشي وفرفشي بقى وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنيمي الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح؟ إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادر. يا حبيبي يا ممدوح أنت مش حارمني من حاجة أبداً. إيه بس يتقبض علينا في الآخر عشان السسبنس يكمل. كده برضو يا قمر تصاحبني عالصهر كده. يا كيكو، ايه ده وليد اللي معاك؟ قشطة، قول له بقى السهر النهارده صباحي. ها ما يقوليش ساعة ويخلع، أنا عارفه بياخد الشبشب في البيت. يا ويلا يا ويلا، الجواز ده عايز رجالة. قول كيكو انا نازل مع اصحابي في افتتاح كافيه جديد، واحد صاحبنا مبارك له وبتاع ساعه يعني ولا حاجه. تنزل؟ سوري، ناوي تنزل؟ لا مش ناوي خالص خالص. ايوه قعدت اقول لهم انا نازل نازل، بس قشط فاكس تحرقوا تحت في الشمس. انزل ايه وبتاع ايه؟ بعدين كريم ده رخم قوي، هو كل الشله انا يعني ان شاء الله هقطعه ان شاء الله، ما تحطيش بالك. لا انزل قال. ايوه وليد. لا سوري يا معلم مش هنزل، لا 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 ما عنديش مود نزول، هزهق بصراحه، ما احنا لسه خارجين من 4 شهور. لا 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 فاكس بقى يا معلم. قشطه، ما تفوتوش عليا تاني، ها مش ناقص احراج. اوكي يلا باي. بتعمل ايه؟ نعم بتعمل ايه؟ لا يعني قلت انفخ سيجاره كليفينج يعني. تدخن؟ واحنا بندخن في البيت عادي كده؟ صح صح سوري انا نسيت. معلش نسيت الرولز. معلش معلش، انت عارف البني ادم نسي، انت يعني ساعات بتنسي. عادي عادي. كوكو انت كويسه؟ حاسه بحاجه في زورك؟ اشربي حاجه؟ مش عايزه تسافري؟ طب انا سافر. ايه ده؟ عايز اتكلم معاك. شغلتك على خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ فين قسط العين السخنه؟ نعم قسط العين السخنه فين؟ اهدي بس، ما انا اديتهولك كان في ظرف قد كده اول امبارح. هو ده كان القسط؟ امال ده كان ايه؟ انا عملت بيه شوبينج. اوكي اوكي، مبروك يا روحي مبروك. انا بس ال مدهوش، اصل انت عارفه انا قاعد من الشغل، لما ربنا يكرم ان شاء الله هكيش لك الشليم باذن الله. انا مضحيه على فكره، انا ما بعملش بديكير، انا ما بعملش مانيكير، انا ما بعملش شعري، انا حاطه قصيته. اضحي اكتر من كده عشان حياتك قاعد من شغلك؟ معلش يا حبيبتي بس ما تنسيش يعني، يعني انت مستعجله ليه على العين السخنه؟ مستعجله ليه؟ علشان نرمين استلم اللي شربتها امبارح وانا محظوظه مع صحابي يعني، ايه الظلم ده؟ ده انت قلبتي لي كده يعني اتجوزتي كان مستواكي ارقى من كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ اوكي هكيشهولك بعد بكره ان شاء الله. ايوه امتى؟ ما انا قلت بعد بكره اعمل ايه؟ ممكن بقى اكمل فيلم عشان دمه خفيف قوي. لا يلا خش اقعد جوه. اقعد جوه ليه؟ عشان رشا جايه. طب ما انا عايز اتفرج على الفيلم. خش اقعد جوه. انت مالك بقيتي عصبيه ليه كده؟ يلا ممكن اخد تفاحه؟ لا يلا 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 يلا. يا كريم انت فين يا راجل؟ بقول لك يا كوكو، ما تعرفيش مفتاح الخزنه فين؟ عشان فيها السي في بتاعي، هقدم على شغل بكره ان شاء الله. زربه ولا خليني النهارده، ما ينفعش فوت الخروجه دي. حبيبتي المفتاح بتاع الخزنه شفتيه؟ كان في الدرج اللي في كوميدينو، عشان السي في بتاعي. مش ممكن يا علاء، ده علاء كمان خارج معاهم. يا ستي قولي لي فين مفتاح اكسر الخزنه؟ انا ممكن اكسرها.
خزنة ايه؟ الخزنة، الخزنة بتاعتنا عشان السي في بتاعي يقدم على شغل بكرة. هو انت مش شايفني بتكلم ولا انا بهرج مثلا؟ صح 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 سوري ما بتهرجيش، انا اسف انا اسف. سلميلي على علاء. انت بتعمل ايه؟ هجيب ماتش برشلونة النهاردة اعتزال ميسي. ميسي؟ اه ميسي لعيب بحبه ما فيهاش حاجة. احنا كل يوم بنتفرج على برامج الطبيخ واحنا اصلا بناكل تيكاوي. انا ممكن اطلب طلب؟ انا عايز اتطلق. لا 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 ده انا بهزر بهزر يا عبيطة. وفي راجل انا عايز اتطلق؟ خلاص خلاص اهدي اهدي. بقولك يا حبيبتي ما تيجي نروح للدكتور يعني نعرض عليه الموضوع. انا خايف يخرج مرة ما يرجعش تبقى مصيبة. يعني ازاي؟ اهدي اهدي هو هيلم. انا بقيت اعرف وقته خلاص. ايوه هيلم هيلم. استغفر الله العظيم اعف عنها يا رب. طب يا كوكو انا هدخل انام تصبح على خير. تنام؟ تنام ازاي يعني؟ انام في ايه؟ انا عشان ما اقعدش استفزك اضايقك كله لمصلحتك. يعني انا افضل اشتغل طول النهار ويطلع عيني وحياتك بالليل تيجي تستفزني وتخنقني وعايز تنام؟ اخص عليك اخص عليك. انت بتعايريني عشان انت بتشتغلي وانا لا؟ وبعدين بذمتك انا بخنقك ولا بناكل فيك ولا بزهقك؟ تلوي بوزك كمان؟ لا دي لا بقى. انا بلوي بوزي؟ يعني انا هقبل كل حاجه الا حكايه البوز دي. انا اللي بلوي بوزي؟ هما اللي بيطلع منك دوت ويلطش في وشي وفي الحيطان ومبهدلني وخانقني في حياتي. اسمه ايه؟ انا؟ ايوه انا. لا لا مش قادر اصدق والله العظيم ثلاثه. انا بقيت ما ضحكتش من قلبي كده. لا انا ضحكتي. هاجي وكاكا. انا عندي بوز. انت موهومه. انت اسمك الشارع كله بيقول عليكي كوكو بوز. اسمعي كلامي. اسال ده انت مشهوره. كوكو مبوز كوكو مبوز. اهو 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 قفش. ايه ده بيطول؟ انت بتطولي ليه؟ ده بيلف عليا. نهار السيفاني عم ابراهيم بواب. الحق كوكو بوز هتموتني بوزه. يا ريس احنا لسه وصلنا المستشفى حالا. هطمنك يا ريس هطمنك. حاضر يا ريس. حاضر يا ريس هدفع كل حاجه. حاضر يا ريس. انا زهقت من العنبر ده. زهقت. ده جايب فيلم ايه ان شاء الله؟ ابراهيم الابيض. الاصابه ايه؟ كسر واربع مطاوي. ايه ابراهيم الابيض وكسر واربع مطاوي؟ ايه يا سوني ما تتعبي. انسي بقى شغلتك القديمه. ها ولا حنيتي بقيتي بتشتغلي في مكان محترم. وده ده الديلر. اه كان فيلم حلو قوي قوي. اه سلامتك سلامتك سلامتك. ما تخافش خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت. ولا بتعملوا حاجه؟ الراجل احمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه. انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا بتعملوا لي فيها مشكله في المستشفى. ان الله وانا اليه راجعون. حول ولا قوه الا بالله. ده تبعهم؟ ايه ده ايه ده يا ابني ايه ده؟ خضتني. سلامتك. اهدى انا الدكتور انا الدكتور ما تخافش. اهدى اهدى ثانيه واحده. حطي لي ايدك هنا على ركبته دي. خلاص خلاص خلاص. الرياكشن ايه؟ بيلق. ايه بيلق؟ بيلق. بقولك ايه مش عايز تهبل وتكلمي كويس. في ركبه بتلق فين الحته ده؟ اكتب في التقرير ايه بتلق. امسك نفسك انت كمان. انا مش فاهم بيصوت ليه. انا مش فاهم. حاسب ايه يا حبيبي احكي لي ايه الموضوع؟ انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره. قلت له ازاي؟ قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح. ايوه استاذ احمد السقا يعملها. انت كذاب. انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا؟ احمد السقا في منتهى الرشاقه. كذب مش عايز. انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايزني ابلغ البوليس. قول وخلصني. ها ما هو كان طالع بشخصيتين مصر. وبعدين الانتاج اغراني قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبه كماله. وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول. لسه هتحكي تاني؟ الحكايه بدات من وانا صغير. كان يبقى صافح عندي امتحان املا وخط
كنت اسيب الامتحان. بس كمل كمل انا مش سامعك. كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا. وبعدين لما كبرت خلاص كمل. لما كبرت ايه اللي حصل؟ لما كبرت بقى الحته بتاعه تقول السقا راح السقا جه. انت السقا راح السقا جه؟ انت مجنون يا ابني. لاني جريء زيه بالظبط. اقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك. كنت امشي بعد الساعه 12 عادي ما اخافش يعني. يا راجل باين عليك. وكنت ساكن في التالت اخد السلم كله جري. اخر سلمتين انطهم. انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل. بطل كذب. دي خلاص دي خلاص. حتى مفيش وطي صوتك بقى. عايز اسمع صوت عظمك. لا مفيش زقزقة في اللي عارفة. معلش ان شاء الله ربنا يكرمك. ده السقا جنن الناس. مش معقول. في حاجة تاني؟ انا عايز اعرف اخف امتى. ليه؟ علشان اتدرب على نطة الشلال. نطة الشلال كفاية. كفاية بقى كفاية. ده انت صدعتني. ده انا زهقت. ثانية واحدة. وانت كمان ابعدي عني كده. في عايز اخد نفس. الو يا رانيا. ايه فوزي مفاجأة. خير؟ اصل ابن طنطلوره طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه. ممكن؟ بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته يعني ما بيوحشنيش. يا فوزي عشان خاطري. حاضر هوديك. حاضر هجيلك استوديو. ايه جلال؟ حاضر. طب خلاص وتعزمنا على حاجه ساقعه وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وهو بيمثل. اخيرا هشوفه يا فوزي. باي حبيبي. باي باي يا حبيبي. باي باي. ايه يا سونيا انت اتجننتي؟ ما قلت لك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب. يعني اللي في دماغك ده ليه؟ خلاص احترمي نفسك بقى. اعتبري نفسك شعر مخصوم منك. فهمنا؟ ايه القرف ده؟ يلا يا ابني. تمام. اسرع مش عايز مرقعه. اللي يخش يلبس على طول. يلا بسرعه. عد يا ابراهيم قلت لك ما تجيش في تصوير انا فيه. يلا بسرعه. خير يا راني حبيبي. سوري اتاخرت عليك. معلش. حلو قوي المكان. قوي. النهارده كان الشغل كده في المستشفى موت وكلهم ضحايا. حبيبي يا ستي دوبلرات احمد السقا. كفايه انك جيت يا حبيبي. معقول يا راني حاجه تبسطك وما جيش؟ انت فرحانه؟ انت بتحب احمد السقا كده؟ قوي. هتشوفيه. بس على فكره قريب ولا ابن طنط لولو دي شخصيه هنا ولا هيزقونا؟ ابن طنط لولو ده صاحب احمد السقا كده. الروح بالروح ما بيسيبوش بعض. حلو قوي. عشان بصي انا عايز ايه تشوفيه ونروح نتغدى بره. اوكي. انت مبسوطه؟ هنشوفكم. حلوه. هو اسمه ايه؟ جميل سفينه. جميل سفينه. لو سمحت يا فندم في هنا الاستاذ جميل سفينه. سفينه؟ هو سفينه بقى استاذ يا استاذ نصر؟ سفينه دي عم المركب. شكرا ميرسي على ذوقك. ميرسي يا فندم. دول اصلا شكلهم مش مهمين عشان كده ما يعرفوهوش. لا اللي اصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق. ممكن اعزمك على الغدا بره وهوديك لاحمد السقا. انا عارف مكان بيلعب فيه كوره لو تكرمت. لا يا فوزي. انت يا ابني. ايه يا ابني انت بتتكلم باسلوب احسن من كده. حضرتك تميم. انا هنا مساعد مخرج وانت اللي بتتكلم باسلوب احسن من كده. انت واقف هنا بتعمل ايه وما دخلتش ليه مع زمايلك؟ لا حضرتك واضح ان فاهم غلط. انا دكتور انا مش كومبارس. انا جاي لخطيبتي هي بتحب احمد السقا وعايزه تشوفه بس. دكتور عصير يا استاذ. عصير وايه يا ابني؟ انا عايز قهوه. ايه القرف ده؟ غو من وش حاجة تقف. أؤمر حضرتك. أنت هنا جاي تعمل دوبلير لأحمد السقا. أنت فرحانة دوبلير إيه؟ لا انسى الموضوع ده مستحيل. مستحيل إيه؟ الضوو. الضوو؟ وتن. ما تقول لف وتريح نفسك. لف. ليه حضرتك؟ من حق أعرف. أشوفك. شوفني ليه؟ إيه البتهريج؟ أنت هتمثل. مش همثل. بقول لك إيه لف. استغفر الله العظيم. خير؟ إيه ده؟ خير؟ ده انت ركبك ركب احمد السقا بالظبط. لا صح. صحي انت كمان. لو سمحت بلاش تتكلم في الموضوع ده بيعصبني. انا جاي زياره وهروح. متشكر قوي. بقول لك يا هما بيدوهم 40 جنيه. انا هديك 10 جنيه من عندي يبقوا 50 عشان ركبك. هيدوك 50 جنيه. 50 جنيه ايه يا رانيا؟ انت عامله فيا حركه ولا انت بتهرجي؟ وفي وجبه كشري لو عامل حسابك ان اليوم كله هيضيع ولا انت هتبقى هفتان مننا عشان ما تقعش. وجبه كشري. هناكل كشري. رانيا اعقلي بقى. متشكر قوي. ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. يا رانيا. انت عارف ان انا قد كده بحب احمد السقا. انت لسه قد كده مش ما اوريلي في حته تانية. امثل ايه يا رانتي مجنونه؟ ملابس ايه؟ انا مش همثل حضرتك. لو هفسخ الخطوبه دي مش هعمل كده. ما تشدنيش. هو ايدك ليك ابو اب يترد عليه. هو ايه بسرعه. جهزوا على المشهد واحد مسلسل البيجامه الحمراء. ايراكو
يا ريت حضرتك بس اي حاجه تتحط على وشي، يعني انا بشرتي حساسه، بس خلي بالك انا دكتور وعارف يعني. انا تقريبا كده بقيت شبهه بالظبط صح، والنضاره خلاص. ايه اللي ناقص عشان ابقى احمد السقا؟ الحسنه. الحسنه؟ اتفضل حط الحسنه. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه حلوه؟ الله انت بقيت شبهه بالظبط، انا شكلي هحبك. شكلي امال انت ما كنتيش بتحبيني؟ ايه اللي البواخر؟ ما تكلمي عادي. لا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع احمد. ايه ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد، بدل ما حد يسمعنا كلمه. اف ايه حكايه ابتديت احبك دي؟ يعني انت الاول ما كنتش بتحبيني، لما بقيت شبه احمد السقا خلي بالك من كلامك. ها في احساس هو انت كل حاجه لازم كده تقعد تعلق عليها؟ لا عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت تعالي صوتك عليا قدام الماكينه. انت بتكلمني كده ليه اصلا؟ لا وطي صوتك، وطي صوتك، اوعي تعملي كده. وانا غلطان انا جيت معاكي اصلا؟ مش هرد عليك دلوقتي. ودلوقتي تقدري ترد. بس 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 يلا 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 بينا. ثانية لو اعمل ده في البيت. يلا يلا يلا. يعني اعمل ده في الكلام كويس. طب يلا اتفضل. اتكلم بطريقة كويسة. ايه اللي فظيع؟ جاهزين يلا جاهزين. كان المفروض افكر 1000 مرة قبل ما اخطب واحدة تافهة زيي. طب جاهزين يا بيه اتفضل. وانا ممكن اروح اوراتكم كلكم. اتفضل. يبقى افكر بعد اللي احنا داخلين نعمله ده، هيبقى افكر ان انا اصلا احتمال ما كملش معايا. يعني ما كملش. احسن. ماشي. ماشي انت ماسكني ليه؟ يلا حضرتك اتكلم كويس. لا اتكلم مع دكتور. طب يا ماشي. لا لا وايدك ايدك. لا 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 معلش ايدك ما تمدش ايدك عليا. لو سمحت اتكلم كويس. ماشي انا بتكلم كويس، احنا جاهزين. لو سمحت انا اسمي الدكتور فوز. يلا يا ساطه بالدنيا. الورق بقى اللي بحكي لك عليه ده هيقلب الدنيا، هينسي الناس مين السقا بتاع زمان. اشرب اللاتيه. فين الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ؟ اه يا ريس. فين يا ابني الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ما هو واقف اهو يا ريس. ده هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ايوه يا ريس اهو ركبه، ركب احمد السقا. انت مجنون؟ ايه علاقه ده باحمد السقا؟ انت عايز تموتني؟ التاني ظابط وهي في عصابه وبيخطفوه وفي دراما دراما، انت عايز تموتني؟ مين ده؟ يعني بعيدا عن ده اللي حضرتك قلتها، انا مقدر مش الاستاذ المخرج برضو؟ ايوه انا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي، انا فعلا دي مش شغلتي وانا حاولت اقنعه بره، هم اللي زقوني. واللطيفه اللي بتحب النجم، ثانيه بقى ثانيه عشان انت خنقتيني. لطيفه حضرتها خطيبتي بتحب النجم، موضوع يعني بشرحه بعدين. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، انا اعتذر وما اعطلكوش الدنيا. طب اعتذر بعد ايه؟ بعد ما هو اللي قاعد يقول وكب ومش وكب، وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فندم. طيب يا سيدي انت خلاص افسدت لي يومي النهارده. مش معقوله كده؟ حضر المشهد بتاع الذبح. حضر يا ريس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. لحظه واحده لحظه واحده، اعرفك مراتي ان شاء الله مستقبلا وخطيبتي حاليا. اؤمر. طيب البنت اللي كانت هتتذبح في مشهد الذبح موجوده؟ لا مش موجوده يا ريس. ما جاتش؟ لا ما جاتش. احنا كنا عايزينك معانا في مشهد بسيط كده. لا انا خطيبتي بتمثلش، ممكن اعرف المشهد؟ لا لا ده مشهد هتتذبحي فيه. بس ايه؟ هتتذبحي. انا موافق. لا لا سوري ما اعرفش امثل. يا عبيطه هتمثلي في مسلسل بيجامة الحمراء مع النجم اللي بتحبيه احمد السقا؟ يا بنتي ما تخافيش. انا موافق. لا 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 هيدوكي كشري. مش هتدوها كشري؟ انت بتهزر. و40 جنيه. بتهزر يا فوزي؟ يا فندم تاكد ان هي هتبقى شايفه عايزين الرقبه. ايوه فوزي. بصي اللي هيضحوكي. بصي اطفال اطفال ابرياء. يا رب الخطوبه افسخيها في داهيه. انت لازم هتعملي المشهد ده على جثتي. انا موافق. خلاص ماشي. واحنا كمان موافقين. فين السكينه؟ بالظبط. ايوه ايوه ايوه. بس انت طول الليل والنهار احمد السقا. اشربي بقى اشربي. مساء الخير يا استاذ احمد. حلو قوي. انا موافق. بسيطه و اوكي ملابس. مبروك مبروك مقدما. مبروك يا حبيبتي. يا يعني انت خلي استاذ احمد السقا ينفع. جهزوها للمشهد. لو ما عرفتيش فوزي انت مرمطيني. هي مشيت يا فندم. ده بيني وبينك بقى، لو تكرمت الراجل اللي هيعمل المشهد بالراحه على الموضوع يقلب بجد. لا لا ما تخافش، احنا عندنا ناس بروفيشنال هيذبحوها من غير ما تحس. ما شاء الله واضح بروفيشنال. بسم الله ما شاء الله. حضرتك بتجيب الناس دي منين؟ ايه يا رامي كله جاهز؟ جاهزين يا ريس. النسوان اللي هتمسح الارض والدم موجودين؟ حصل يا ريس. طب كويس. لا هي متوتره بس. هيمسحوا ايه؟ الدم يا حبيبي. ايوه دم بتاع السينما. هي فاكره بجد حضرتك مخوفه زياده. ما تخافيش. دم يعني دم اوانطه تمثيل يا بنتي. ياما ناس اتقتلت ممثلات. هل ماتوا بجد؟ خليكي مثقفه بقى. عاوزكم تركزوا معايا. الممثله قدامكم هتمسكوها تذبحوها. تذبحوها. بعد ما تذبحوها انتوا عارفين شغلكم وخلاص بقى. انتوا عملتوا ده قبل كده كتير. انت بنت حلال والله. اول مره تمثلي مع نجمك المفضل احمد السعى. يلا اجمدي ما تخافيش بقى. خليكي بلا فوزي بلا بتاع. اسكتي تعالى كده بقى فوزي عشان الدم هيترمش. يلا يلا حبيبي. استنوا لما اقول اكشن اكشن. هايل هايل. يا نورو برافو برافو.
يا نهار اسود دول ده هو بجد البوليس تبعه خطفني خطفني اتذبحت اتذبحت ايه يا هبله قومي جرتهم لك ها عايزه تشوف احمد السقا اول واحد سابك وجاري انا عايزه اروح اسمعك تقول اروح استوديو تاني ها اروح اجيب لك ال 40 جنيه ولعلبه الكشري انت بتهزر يلا قدامي يلا على الله اتفضل اتفضل صدق نفسي استاذ احمد السقا الحقيقه هو نفس الطول ونفس الهيبه ونفس الشموخ ازيك يا استاذ احمد فاكرني ولا لا انا اللي عملت دورك في الفيلم الاخير فاكرك وحش فاكر وزي ما نطت العماره جت على خير انا مستعد لنطه الشلال حبيبي يا حبيبي بس انا رجالتي ما يبقوش كده رجالتي ما يتضربوش في رقبتهم رجالتي ما فيش جبس ها آه. رجالتي لازم يبقوا جامدين الرقبه لا لازم امرنوا اضرب يا استاذ احمد لا من غير ما اضرب بس بجربك وحش 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 استاذ احمد الله استناني هنا اروح اعمل مكياج مشهد جديد واجي لك ها اتفضل يا استاذ احمد هاي 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 يا حبيبي يا الله لو عايزني اختفي كمان ممكن اختفي بابا مين انت هتصيعي ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال بابا ايوه بابا واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي اصحي اخدتي لبتوني ولا تشوفوه ولا نيلة انا هارش الفيلم من اول وبعون الله هنعمل معاكم الصح هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر شرارة سكر حلوة الدنيا سكر لا 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 ميلة خلي الدنيا جميلة جميلة الله 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 والله الدنيا هتبقى جميلة إن شاء الله خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي مش عارف معقرة معايا ليه رسلة حلواني إيه شكلك بتحب يا حلواني شكلي بحب يا لهوي ده أنا غرقان في الحب يا أشرف غرقان طب ممكن سؤال اسأل حبيبي لو القردة بتاعتي مغلباني أعمل معاها إيه؟ الإيه؟ القردة مغلباني أعمل معاها إردة. إيه؟ القردة قومي ياض من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات قردة إيه ونيجي إيه؟ والله أنا مش مصدق نفسي حلواني حلواني هيتجوز أيوة. وتبقى زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك ليه التشاؤم ده يا ابني ليه؟ ما أنا أشوفكوا برضو مرة في الشهر بتاع أنتوا صحابي وإخواتي وبعدين الاستقرار يا جماعة ولا هعمل في شكلي ولا حاجه شكلي يوم ليله ايه وانا لينا شكل ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص انت طول عمرك شيك يا حلواني الله يخليك الله يخليك اشرف بس هيبقى في التزامات هتعمل فيها ايه التزامات في ايه يا ابني الاكل اي صيده بتيجي كلنا بناكل مع بعض احنا كلنا 45 واحد اللبس مراتي هتضرب الجلده وتمشي يعني مفيش تكاليف انا مبسوط شجعوني صح فرحك عندي حبيبي حبيبي عبالكم عبالكم
بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل، انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غالية موت وثلاث ارباعها نصابين، خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل، انا راجل متفتح، تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر، هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه، راجل في بيتي دي قصه تانية، وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه، هتمشي على اللي هقوله بالملي، مفيش هزار، مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده. هتمشي هي واهلها بالجزمه يعني، سوري يعني. لا 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 مفيش. الان قال ما يا ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه؟ ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ هي دي حلواني؟ لا حلواني مش هي. لا مش هي، لا هي، هي في غيرها في القبيلة. مش هي، اسمع كلامي، هي بنت خالتها افتكرتها، هم أصل العيلة كلها شبه بعض. امشي يا بت، امشي، روح قولي لها أنا جاي بعد شوية. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي، شكلها هي. طب ممكن أقعد مع أصحابي شوية؟ يلا قوم فين؟ أنا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. انت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر، ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا. حاضر عادي يا جماعه، ما فيش حاجه، هي بتنسى فجاه، بس هي اما تعشروها هتحبوها والله. حاضر حاضر حاضر. اتفضل. ليه زعيق قدام اصحابي ليه؟ انت مزود معايا في الكلام. مش بزود ولا حاجه، بس انا قاعد مع اصحابي شويه، ما فيهاش حاجه يعني، ممكن اقعد خمس دقايق. انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار، كل ده هزار، خلي بالكم كل اللي هي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه، فاكره ان دمها خف. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك. بتعدي مع المناظر الزباله دول؟ لا دول مش زباله، دول اصحابي، لو سمحتي كده كتير قوي اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه، جت كل قرف. احنا ما بنشربش حاجه، واشكالهم ما هي نفس اشكالنا. ما بتعرفش على حلواني. دول صحابي. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل ابوك احسن. قشطة يا شباب. يلا وديني. اوكي اتفضل. عادي كل ده. اتحرك. حد شاف حاجة؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا لمي لي عليا الحالة دي. وعرفنا سيدي الرجال، عرفنا عيد الاعياد، عرفنا سيدي. ولا ايه ده؟ ولا هم روحوني. ايه يا حلواني؟ هم روحوني البت دي، انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها، ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ده ابوها الهايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها حلواني. يا سيدي حذرتني، طب اعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك. ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر. ماشي ماشي، على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عيد الاعياد، عرفنا سيد الرجال، عرفنا عيد الاعياد. عيني عليك يا حلواني. يا حلحب طحالب دي حلوه قوي. يا ناس يا هو، يا نهار اسود ومنيل، حد يغتني؟ مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبي؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ اسكو صافي سي مي بارون. بارون؟ وي. ماشي خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفع. ايه ده؟ هو بيشمني ليه؟ انا اسف كلب ولا ايه؟ حبيبي دول بيحيوك. دم كمان بتشمني؟ دي التحية عندكم في الأسرة؟ حييهم. لازم أرد التحية صح؟ لازم. طبعا ده حماية، حبيبي حماية. استغفر الله العظيم يا تعالي. ريحة أهلك وحشة قوي، سوري أنا آسف، بس فعلا فعلا قذارة. إيه ده؟ جاري طول النهار بشوفهم أنا رمح في الصحراء والتراب، ولا دوتش ولا زبت. خلصني بقى عشان هرجع في الجوازة دي. فكني فكني. أنا عملت إيه؟ عملت حاجة غلط؟ أنا عملت حاجة غلط في بنتك؟ أنا جيت دقيت الكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال، جوزاني. إيه يا حلواني؟ أنت عايز تقعد مع بنتي في الدارة وأسيبك؟ تقعد مع بنتك في الدارة؟ انا بقعد مع بنتك في الدار. بس دي بني ادمه زيها، في ناس تانية بتقعد مع جمال. ها مش عايز انا سياح لك. ها الولاد دي خيلاني وقلقان، هي بتيجي كده كتير ماما مالها؟ سمى ماما ايه لكم سا لكم سا. طب ماشي انا بفهم، بس يا وليه اثباتي بقى، الله يخرب بيتك. ابوس ايدك انا يعني. بص اقهر يا حمايه طلباتك.
وانت هتقضي على مهرها بدايه من البدايه. بدايه من البدايه يعني انت فضائي من فضائي من تبدائي. بل انا عايز اقول لك على حاجه، المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت. انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده ما تلمسنيش بس. اسف المكسر، وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه. ايوه ادفع واشخلل وعندي مهر 100 100. الولية دي خيلاني قوي، ما كلمي امك، ما كلمي امك. مامي بس. مامي بس ده اللي قدرت عليه؟ يا عم خلاص ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيلة ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها؟ ايوه بتحب انت تركب جمال. انا عارف انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجأة اللي انا هقولها لك؟ يا عمي انا ان شاء الله هبني لها بوابة بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني. ما كانش في حد على الارض. جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي، هقدمها لها. يا وليه اقعدي بقى، اقعدي بقى، هقدمها لها هديه. ايه رايك؟ بوابه يا حلواني. ليه يا عم؟ في ايه؟ ده انا ودني اهي وانا واقف جنبك. في ايه؟ احنا جد نجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم. عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بنينا كمباوند، هتبني لها انت ايه يا حلواني؟ هيبني لها كمباوند ولا كمباوند ولا نيله؟ بقول لك ايه، بص هبني لها كمباوند ورحمه امي. انت لو ما ثبتتي لا ادفنك في هنا، هتفنك قدام الحيوان اللي انت متجوزاه ده. مش هيهمني حد، كلها هتثبت يا حاج بقى لو تكرمت. ده كده كتير، هنبني لها زفت كمباوند. في اي طلبات تانية؟ الموقع. موقع بتاع ايه؟ بتاع كمباوند. موقع ايه؟ ولسه في دنيا؟ ما كل اللي قدامك ده موقع. هتفرق ايه الارض دي من الارض؟ انت اهبل. بص في الصحراء ونقي وانا هبني لك. تامر بحاجه تاني؟ ايش يا عسل، ضبط نفسك وكلمني يا حلوين. ابوك يا عسل، ابوك شربات على فكره. هو يبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. ايش يا حمام؟ انا ماشي طالع صحراوي. غوري في داهيه، غوري في داهيه. ميرسي بابا. امسك الليه دي ولا ارميها في اي وادي. بص صاحب امك ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلصيني بقى، خلصيني. اخيرا اخيرا هنتلم في كهف واحد. اخيرا اوعدك، اوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول ايه؟ انا ماشي بس مش وداع، مش وداع. وهحييك بتحيه ابوك وامك. انا عرفت ان انت بنتهم. انا عرفت، انا عرفت. طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء وتهطلوا، عادي ينسوا واستحموا، لكن انت لسه صغيره وعروسه، يعني المفروض ده ما ينفعش، ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت، في وادي روحي ترمي فيه، روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري، باي باي وهتصرف بعدين. باي باي. ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوكي هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. انه ليه امك جت معاه برضه؟ اهلا وسهلا. ابوكي ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حماية. اهلا. مين الجماعه؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ اه حبيبي اهلي. مالك متنكه قوي كده؟ ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شموا. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى يا اخ، انتوا كانوا شم مين؟ ده خالي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد عشان خاطر. تعالى. خرب بيت ريحه خالك على عم. ايه تقليد النيل ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا، مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص 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 يا عم. ايه ده؟ ايه ده؟ لا في حاجه غريبه في العيله دي. يعني الشم بالنسبه لهم حاجه مهمه. ايه التحيه الغريبه دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير؟ جايين الفرادي على الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوك لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اوعى تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقول لك ايه، تعالى اقول لك. كومباوند ايه؟ انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابة. خلاص انا ابتديت بالبوابة، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبة طوبة وزلطة زلطة. الموضوع ده لكن مش بسرعة كده، ولا ايه رأي حضرتك؟ سيل تبلي بابا، سيل تبلي ديوي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجة كمان، نصيحة، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص. اسمع كلامي،
تكلفه على شايفك ارجعي. انت بتستنيني اندمج وبتستعربي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الولاد دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع الحراميه دول ياكلوا، دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي، انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا يا بنت، استنى استنى بس استنى يا عم. بلا ايه ده، ابوك بيقفش ليه كده يا عم؟ اهدى، خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك. ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ اتجوزنا. تكلم بجد؟ هو كده يعني اتجوزنا؟ انت عندكم كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت تطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه. مبروك يا اهلي، مبروك يا حماية، الف الف مبروك حبيبي. مبروك يا حلوان. شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك ايه؟ بالمناسبة الحلوة دي بقى، تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابة. ها؟ نفتتح الشريط. هات السكينة وانت واقفة مكانك، عارفة لو خطيتي خطوة ارطم لك رجليك. هاتي ده، انت روش. سيبي اولية. الولية دي انا خاف منها. والله العظيم امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقية وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي. لا مش مننا. بص الناس كلها حاجة، بص هي غريبة، ربنا يستر دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابة؟ نفتح البوابة. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعة. مبروك 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 مبروك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يلا مبروك يا ألف مبروك. أهلك يا عرو يا عرو، مش بهزر، سوري يعني. ما إيه ده؟ لا they are very nice. نايس إيه؟ مليت إيه؟ كله رفيع مش لاقي ياكل وهدوم مقطعة. بقول لك يا حماية، تعالى عاوزك تعالى عاوزك. أيوة حلواني. لا ثانية بس، الناس دي رايحة فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابة يهببوا. إيه؟ يتفرجوا على إيه جوه؟ مفيش حاجه. اتفرج على ايه؟ فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص. في جوه تعابين، خلي بالك. ما احنا بناخدها. طب الف هنا. بقول لك ايه، انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي، انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني، مبروك. ما تحطيش ايدك عليا، مش ايد دي. الف مبروك الف مبروك. مع السلامه. مع الف سلامه. روح شمهم شمهم بعض لحد ما اجي لك. انا هاخد بنتك كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله. اصحى ولا 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 ولا. كل هدو فوق، كل هدو فوق، كل هدو فوق. وفين السقف يا رجاله؟ الحفله لسه شغاله، ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا في فرح حبيبي واخويا الحلواني. جينا وهنينا. كل هدو فوق، كل هدو فوق. اللي يحب حلواني يقول ايه، يحب حلواني يقول ايه. حلواني يعني الرجولة، حلواني يعني ابن النيل، حلواني في الحي هنا كل جبل في المنطقة، وكهف كهف، وطول ما العجلة شغالة الكهف بيجيب رجالة. وبالحي عروستنا الجميلة، فتاة الوادي، فتاة الجبال، فتاة الليل، صاعدة الثعابين، منار الجيار. وكل اللي يحب حلواني يقول ايه، اصحى. مبروك يا حلواني. الله يبارك. مبروك يا عروستنا. الله يبارك. قاعد الولاد اللي وراك دي، قاعد مراتك، قاعدها. انا دلوقتي هعرفك على عيلتي. لما انا شفت عيلتي كنت ما شفتيش عيلتي. ناس طيبين قوي قوي قوي، غير اهلك خالص. دول اتنين ولاد خالتي، اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا. هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجرة، يلعبوا في تقوم بعض كده يعني. باي 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 باي. انبسطوا انبسطوا انبسطوا. العروسة وما بيتكلموش ولا حاجة، هما راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار يعني. طيبين قوي طيبين قوي. اهلا وسهلا، شرفتنا شرفتنا. هو مين ده؟ ده ما اعرفش، بس يعني ابويا اما اتقتل في الحرب الاخيرة ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك، فيعني نورت. بس راجل طيب. ها هاي هو. ها ها نورت يا عم، نورت. ده مينشو بقى التافه بتاع العيلة؟ قمر قمر وقعدته جميلة والعلم بزنسمان كده. ها معاه توكيل عظم. بصي بصي الانواع، بصي. اوعى تكون جايبها لنا هدية بسيطة كده. لا ده كتير قوي كتير. في طلب تاني. اقمر يا مش واحد صاحبي هينحكنا كده سوا مع بعض. يلا يلا حبيبي. هو هيطول شوية. ميرسي. حبيبي حبيبي، عايزك تولع الفرح. عقبالك عقبالك. وجوه. تعالى ما تتكسفش، تعالى ما تتكسفش. ده ابن عمتي. مخلوق بيضحك على طول. فظيع. بصي بصي لو سكتنا احنا، بصي هو يعمل حاجة ظاهرة في الجبل، ظاهرة ظاهرة. وبرده مش تافه.
تاجر جلود من لو بصي بس جايب لك ايه؟ ايديا بسيطه. تعبت نفسك يا اخي تشكرين عقبال ليلتك. الله يخليك حبيبي وبتسمع على طول. جميل انت شايفه عيلتي فين البوفيه؟ وفين اللحمه؟ ده الفرق بين عيلتي وعيلتك. شايفه ابن المفجوع ابوكي ده؟ اتفضل خد الخروف ده لوحده يلا ازقز فيه واحنا هنجيب للناس. اوكي بصراحه يعر بابا ايه يعر بصراحه. اصحابي هيعرفوا يغني هيدلعوا لك الفرح. ما تغني بتغني انت يا حبيبي تبقى حلوه قوي. تكلمي بجد؟ اه والله والله لا غني عايز حاجه ثانيه. يلا غني حبيبي حلوه حلوه حلوه. فاكرين ان الجو بتاعنا الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في واحنا رايحين الكبرتان بتاعت الاتوبيس دي؟ ايوه فاكرين. يلا واحد اثنين ثلاثه بدائي 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 اموت اعيش ما يهمنيش اموت اعيش ما يهمنيش اموت واعيش ما يهمنيش اموت اعيش النجم محمد هنيدي النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ بصي الاول يا انجي بقول طبعا للجمهور يعني كلنا اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا بجزء تاني بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب وهو نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل؟ ان شاء الله. اشمعنى؟ مسلسل هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع فاهماني شخصيات اكتر وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير احنا بنقول للناس كده لكن هو اسم هو كان جريء شويه جربناه على الناس في ناس انبسطت وناس استغربت ولكن الناس استوعبت الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود وبنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا, شكرا للنجم محمد هنيدي الحقيقه يا جماعه حقيقه جامد. شكرا ميرسي برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج وائل احسان اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي إيه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا كل ممثل له مميزات ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما أنا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهاردة والعرض الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. بشكر جدا المخرج وائل إحسان واستنونا أكيد وعروض خاصة تانية وعروض خاصة جدا جدا والنهاردة كنا مع فيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. اهلا يا استاذ يوسف ازي حضرتك؟ اه موجود يا فندم الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو ازيك يا حبيبي وحشني. اه التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك وكده يا معلم ان عملناها ثلاثه الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانيه يا استاذ يوسف استاذ بقفل. يوسف معاطي المتهم الاول. المتهم الاول؟ خير يا فندم في ايه؟ احنا شرطه الاجزاء. شرطه ايه؟ الاجزاء. انا مش فاهم حاجه يعني ايه شرطه اجزاء. بعدين اتفضل. اتفضل فين يا فندم في ايه؟ امشي. ايه يا جوده اللي بيحصل؟ يا استاذ اقول لك محامي؟ تقومني محامي وانا حرامي فراخ يا جوده. كلم النقابه. امشي. ايه ده؟ يا فندم في ايه يا فندم مش فاهم حاجه. بعدين امشي. يا نهار اسود يا جماعه انا ممثل مش ارهابي. قدامي امشي. ايه الاوفر ده يا فندم؟ انا ابتديت اخاف. انا قلت قدامي يعني قدامي. امشي. امشي اروح فين؟ ايه ده؟ سوري يا حضره الظابط
لو تكرمت انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه في المكان ده. اخرس انت لسه شفت حاجه قدامي؟ هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل. كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حموده، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين بعدين. لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. يا امشي. حاضر. انا مستغرب بصراحه، ايه ده استاذ صلاح استعداني صورته هنا ليه؟ ايه ده انتوا قابضين عليه يا فندم؟ يا نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك، انا عرفت انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليلى الحلميه ثلاث اجزاء. طب الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك ما بقبضوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين بعدين. انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ استاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده؟ يا نهار اسود. استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين هتتجنن يا فندم. حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي. طب حد يتصل باشرف عباية؟ الله، لا كلموا لي اشرف عباية يا جماعه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ارحموني. يا ساتر يا رب. انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم. ده الاستاذ محمود المليجي. بريء. لا لا. ارحموني. انا مظلوم، انا بريء. عم حسن حسني. طبعا يا ريس، ما انت ما شاء الله عملت اجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. يا خبر ابيض، الاستاذ غسان مطر. سلامتك يا استاذ غسان. انت مين؟ انت مش عارفني يا ريس؟ انا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم امير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا تروى على الاخر. الف سلامه عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه؟ انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء، جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه؟ ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضيت كافتيريا؟ كافتيريا، قضيت كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. اسقيهم واطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق. واجوستين سمعت. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده؟ ايه ده؟ دي اموال الدوله. وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. طب معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحه، الجماعه عندهم حق، يعني فيلم انتاج الدوله ماشي، بس ما تقعدش انت تعمل فيه ابو علي وتعزم محمد عوض. ازاي؟ ما انا عزمتك انت. انت عزمتني، عملت معاك فيلم امير البحار ما جبتليش فنجان قهوه. يا راجل انا اللي طعميتك في القهوه. انت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر اتعاطف معاك يا عم غسان، انا اسف. يا سجان يا سجان، هتعمل ايه؟ همشي واسيبك، انا اتخنقت، انا فاكر حرام عليك. يا راجل صلي على النبي. خدني من هنا، عامل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شايف الفيلم؟ يلا يا راجل بره، والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم. ريدي سلم لي على الهام شهيد، قول لهم يرحموني. اهلا اهلا اهلا، الله يخليك. اهلا وسهلا حضرتك يا فندم، ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا لا والله، اتفضل على الكرسي. لا ما يصحش يا فندم. لا لا ازاي، اتفضل. متشكر متشكر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء. بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اقعد. والله يخليني اقعد. اتفضل اقعد. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخبر على كل جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي. ايه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط، هنستعبط من اولها يا فندم. مفيش استعباط ولا حاجة، بس يعني انا طول حياتي ما عرفتش واحد اسمه شعبان. اخ اخ منكم انتوا يا فنانين، اخ. هتكذب عليا، عايز تفهمني
انك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لان واضح ان حضرتك عندك معلومات شخصية عني اكتر مني. طب يا سيدي، شعبان، مبروك، ابو العالمين، حمودة، ولا اقول كمان؟ ايوه يا فندم، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، دي شخصية اتكتبت وانا مثلتها. ايه الموضوع يعني؟ بس كده ضابط ساذج، انا ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر. لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت شخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك. يا فندم العفو، انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف ان ده مش قراري انا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخلت السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا شيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف معاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟ شعبان ابو العالمين حموده تاليف هنيدي، ووضعت اسمي مجامله. لا انا ما صدقش ان الاستاذ يوسف يقول كده. حلو ماشي. طب ايه بقى رايك في الفيديو ده؟ اللي انا بحبهم يعني. ايوه. ايه؟ هنيدي اتمسك؟ يعني انا بصراحه في الفتره الاخيره ما حبيتش اشتغل مع هنيدي شويه. يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك ابو العالمين حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني. فالحمد لله يعني. بصراحة أنا حتى كمان قابلت النجمة محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان، قلت له اوعى إياك والأجزاء، لأن الأجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الإذاعة، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا. وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلمية للداري لكده النسا، لا فكرة بجد سيئة جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، قدمت قوي. كفاية ولا نقول كمان؟ لا كفاية يا فندم، رغم اللي أنا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للإدانة. لعبتها بذكاء، بس انا عندي قفلة الموضوع. ايه رأيك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تأليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفاية يا فندم كفاية، ارجوك كفاية، متشكر قوي. يمكن الحاجة الوحيدة اللي حصلت في المحنة دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت وراء اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء. لحضرتك انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. ده فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري. لا مفيش حاجة، أنا عايز أروح بعد إذن حضرتك، أنا واضح إن أنا مجهد. شكرا على كل حاجة. شكرا يا فندم. شكرا، ربنا يخليك. فرصة سعيدة يا فندم. شكرا. أنا أسعد. الله يخليك. يا ريت بعد إذنك. تحت أمرك. طلب أخوي. أمر. بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الأحمر. اتفضل يا فندم. اتفضل، ربنا يحفظها، أجيب لها كرتونة إن شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. أختها ابتهال. آه. بتحب تكتب الواجب بالقلم الأزرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد إذن حضرتك. شكرا. طب مفيش حاجة ليا؟ حاجة زي إيه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت أمر حضرتك، بس تصدق أنت راجل محترم.
انا هديك حاجه غاليه عليا جدا. لا لا يا فندم والله والله لا تلبسها ارجوك ارجوك. شكرا جدا. شكرا. السلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء. اتفضل يا سمو اختار. سلامتك يا سيد الرجالة. سلامتك يا حاج. خير؟ عملتي فيه ايه يا بدرية؟ عملتي في ابويا ايه؟ رد عليا يا بابا. مالك مختار ابني حبيبي؟ الحمد لله نجيت قبل ما السر الالهي يطلع. يا بابا بعد الشر ما تقولش كده. ان شاء الله هتقوم وترجع زي ابيت بسكوتي بات. ايه قرادة؟ هتقوم وتقف زي الحصان. وبعدين ياما نصحتك يابا ياما نصحتك. الجواز من العينة القليلة ديت يودي بستين داهية. ده انت اتجوزت باروكة جبت لنا من انا نصيبة دي. انت بتبكي ليه بس يا حاجة؟ عيب كده هتأثر فيا. مالك شكلي حفيص يا مختار؟ وزعلان زعلان يابا؟ ده احنا في ايام غبرة ما يعلم بيها الله ربنا. ربنا ياخدك وياخدنا معاك ويريحنا. يخرب بيتك عملتي فيه ايه؟ عملتي فيه ايه؟ ها؟ عملتي؟ انا عارف من يوم ما اتلميتي على الفنانة احمد سلامة وانت عايزة تخلصي من الراجل الكبير. بس انا مش هنقولها لك يا زقريدة. مش هنقولها لك. وايه ده؟ انا مش قال 100 مرة فيش تلفزيون؟ نفرض سمع النشرة كده ولا كده. عايزين نسمعه اخبار حلوة. التلفزيون كله اخبار وحشة. اخ التلفزيون ما فيهوش حاجة يا ابني. اخ برضاي عليك يا مختار. هاتلي الورق من الدولاب يا ابني. عناية يا حاج. عناية يا حبيبي. لازم يسمع اخبار مبهجة تفرحه عشان نحافظ عليه. نسيت اقولك صحيح يابا. عم شفيق صاحب عمرك يدوروا عليه عيني لقوه ميت في شقته بقاله يجي اسبوع لحد ما جثته اتحللت. الله يرحمه. ولاد ايمن. ايمن ابن اختي يا عيني جاله مرض وحش قوي قوي قوي. واختي ادمنت المهدئات. واخويا الاهبل الصغير عايز يفجر ابوبه البوتاجاز في مراته. الا بقى الضرايب النهارده جت حجزت على كل محلاتك يابا. وعمتي فوقيه طلعت انها ماتت قطعوا لها لسانها الحراميه ورموها في الشقه. أنا عايزك بس أنت ما تفكرش في حاجة يا معلم. مش عايزك تتوتر خالص. مختار مختار. مالك يابا؟ حاسس بإيه يابا؟ طمني. عايز تعطس؟ أعطسي يا ابني أعطسي. أنا بموت يا مختار. ما تقولش كده يابا. ما تقولش كده يابا. اسمعني. سلك البضاعة يا ابني. حاضر. سلك البضاعة. هسلك البضاعة وهشرفك. وانا عارف في نفس المكان التسليم في المجاري العمومية بتاعت القاهرة. ما تقلقش يابا اطمن انت بس. ابا ابا المعلم مات. الف رحمة ونور عليك يا معلمي. الف رحمة ونور عليك يا ابا. الف رحمة ونور عليك يا سيد الرجالة. يا سيد الرجالة تعالي هنا اصبع الروج. انتي انتي اللي موتيه. انتي والفنان احمد سلامه من يوم ما اتلميتوا على بعض وانتوا اللي وصلتوا الراجل ده لكده. وهو مات اعمل فيك ايه؟ عايز ارشقك ركبه ببطنك خايف تيجي في وشك لان احجامك غريب. ما انتي ملخبطاني طول عمري ببص للناس كده. انتي الوحيده اللي عاملاني كده. فالتركيبه ما بالنسبه لي. خدي بقى خدي. انتي اللي قتلت ابويا. انتي اللي موتي ابويا. انتي اللي موتي ابويا. ألف رحمة ونور عليك يا معلم. سامحني يابا هضطر افتش سرك لإخواتي يابا. فاكرينك أب شريف يتشرفوا بيك وأنت في الأصل معرفتك تعر وتشبع. ألف رحمة ونور عليك يا معلم. مش
شرف يا معلم. الله يكرمك، شكر الله وساعك يا معلم. وقال لا يا مختار. ونعم بالله يا معلم كراسة. مبروك عليك المنصب الجديد. الله يبارك فيك، انت جاي تقطمنا ولا جاي تعزي ولا ايه؟ اسره اسمعني كويس يا مختار، انا ودني ناحيتك اهو. البضاعة اتشحنت وكلها ايام وهتستلموها. ربنا يكرم. والطلبات؟ عمولتي. عمولتك؟ اقسم لك بالله ما معانا ولا تعريفة. تعالى بس، الحاج سيبنا على البلاطة وكل الفلوس في العملية الأخيرة. أنا معايا 25 جنيه يا دوب هحاسب الفراش. أستر علينا، عيب ده شغل رجالة. تصدق بالله أصحاب المكتبات كلهم مستنيين، كل المكتبات اللي في مصر، والموسم الدراسي داخل مش عارفين نعمل إيه. سيبونا بس نستلم البضاعة ونفرفش. كل اللي أنت قلته ده ما يخصنيش. عمولتك كام اللي كانت مع الحاج؟ 25%. هو اتفق معاك على كده؟ أيوه. ما هو كان آخر أيامه بيخرف، هم 5%. بس المرحوم ما اتفقش معايا على كده. انا اللي بتفق معاك. وبص في الصف في حاجه عايز اوريها لك. طب البخالي لا مختار. نعم بالله يا اخويا، ما جالكش في حاجه وحشه، جاي ينصب. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. البخالي الله يا ابني. سعاده الباشا، زيارتك لينا تشريف كبير قوي. من يوم ما شفت سعادتك، اول ما شفتك في السوار رجعت زمان، ايام ما كنا بنروح المعموره احنا واسرتك وايام ابويا. يا باشا انت عظيم. والله يا ابني المرحومه كانت زي اختي بالظبط، الله يرحمها. مرحومه؟ مرحومه مين؟ المرحومه مدام صفاء سلامه. طبعا شفت نهايتها؟ شفت ازاي ده انفجرت في الغردقه؟ جابوها وشرفك بالمايو على المستشفى. معلش معلش، شرفتنا سعاده الباشا. البقاء لله ونعم بالله. البقاء لله. انا فاكر المدير بتاعك في الشغل. ولا اعرفه. ده جاي يقول لي المدام صفاء. ايه المناظر دي؟ اقعد عايز ايه؟ شحلك يا استاذ مختار. شحلك يا استاذ مختار؟ يلا اقعد. من هيتقال ده مين اللي دخلك اصلا؟ استاذ مختار كنت عايز يعني الحوار، انت عارف الواحد فيك دهوت الظروف والضغوط والاعباء بتخلي البني ادم يعني هو كل يوم بيعمل اي حاجه في الحاجات. حاجات انت جاي بتنقط يا فرح على بقى تعز؟ انت مبلش مجاي تقرفنا؟ يلا اقعد من هنا. لا انا مش همشي بقى، عشان انا كنت مضايق لابوك ب 28000 جنيه ومش همشي من العزا ده قبل ما اخد الفلوس بتاعك كلها في ايدي تامه. بوقك 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 ده انت بتفتح لنا بوقك. انت ابويا مستلف منك 28000 جنيه؟ انت بتتسرق عليها وبتتمسخر عليها يا استاذ مختار، عليا النعم ابوك ده ما هيورد على جنة. بوقك بقول لك، بوقك بقول لك ايه، انا هديك حقك. شوفوا انتوا الناس، شوفوا الناس، شوفوا انت. تعال يلا يلا يلا. شكر الله ساعك يا معلم، شكر لنا اهل الصعيد كلهم. الله يكرمك الله يكرمك. شكر الله ساعك يا فادي. بكل ونعم بالله ونعم بالله. ايه ده؟ انا ايدي خدلت. الراجل الكبير ده ايده تقيله قوي، جزع لي ايدي، ايدي اتجزعت والله، وكله بيسلم بحراره قوي كان ابويا جوز اخته. ايه ده؟ الله يرحمك يا حاج. خلاص بقى خلاص بقى، انت هتنهار الفتره الجايه. عايزه رجاله مش عايزه ناس تنهار. ليلته خفيفه قوي 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 قوي. هو كان طيب، هو كان ابن حلال. ليلته خفيفه بس ساب اعباء تقيله قوي. شفت النعش كان طاير؟ كان طاير. نعش ايه اللي كان طاير؟ النعش بتاع بابا. الراجل كان طاير ايه؟ هو الريح كان جامد واحنا كنا ماشيين مع الريح. ما تقعدش تقول لي طاير ومش طاير، انتوا ما تعرفوش حاجه اصلكم، وما تعرفوا كل حاجه اما الناس دي تمشي بس. مختار كنا عايزين نتكلم معاك بخصوص الميراث. الايه؟ الميراث. تصدق ان انت ما عندكش ريحه الدم، ميراث واحنا لسه في العزا بتاع ابونا، وتقول لي النعش كان طاير يا كذاب. كنا عايزين شويه فلوس بس نشبرق نفسنا. لا من جهه الفلوس هتبقى شيش وقوي، هتبقى شيش، ما تقلقوش. بقول لك يا اشرف. قول يا مختار. انت بتحب شغلك؟ يا بحبه قوي، شرفي اعتزازي. خلاص يا عم، ايه النشره دي؟ ايه يا عم؟ هو في حاجة يا مختار؟ لا مفيش حاجة، دينا بنستلة. طب لو حصل حاجة في الدنيا، الظروف اتغيرت، ما تسيبش شغلك يا أشرف؟ لا لا ممكن أبدا. شكلك هتسيبه يا أشرف، الناس دي طولت قوي. أنا جوعت بصراحة. وأنا كمان. اللي هيقرأ قرآن تاني؟ لا خلاص. طب هنعمل إيه طيب؟ طب يا رجالة متشكرين قوي قوي قوي. معلش معلش، الناس بتعزي ساعة ساعة ونص، أنتوا بقالكم كتير قوي وإحنا جوعنا بصراحة. اقعدوا في الهوا زي ما أنتوا عايزين، بس آخر واحد والنبي يقفل الصوان. ها شكر الله سعيكم. يلا يا عم انت اهو، دي ناس فاضيه. مين يا مختار؟ الله يرحمك يا حبيبي. كان راجل ولا كل الرجاله، سيد الرجاله. وحدوه لا اله الا الله.
الست دي يا امي هنا. عين يا دمار. لا لا، عشان نبقى من الاول على الابيض، انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم على موضوع ما كنتش عايز اقوله لكم، لكن ظروف المسلسل حكمت. كان سر بيني وبين الحاج الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه، ما كانش حارمني من حاجه، جاب لي شبشب في ليله العيد. الله يرحمك يا حاج. معلش يا أمي. كان من اعز اصدقائي، كان مهنيني، ما حرمنيش من حاجه. خدت الحبايه خلاص يا حاج، خلاص بقى لله، بقى لله. السر اللي انا عايز اقوله لكم، لازم اسالكم سؤال قبليه. ابونا الله يرحمه كان شغال ايه؟ كان عطار قد الدنيا. عطار هو ده الخازوق اللي انتوا شاربينه من الاول. ابوك الله يرحمه كان تاجر سليفان. ايه يا كلب يا كلب، بتاع اللي بتبلبعه ده خلاص فوت لك دماغك. تقول على ابوك كده اللي كان من اشرف الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي. وانت يا بنت، وانت ابوكي كان كوافير؟ ايه التصليح اللي انت فيه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا كلكوا. اشوف فيكوا يوم يا ولادي. شوفيها ماما. يا نهار اسمك، ماما اتجننت. معلش ماما اتجننت. يلا بقى بنت دي بكرهها من صغرها. ما علينا. الكلام ده بجد يا مختار؟ ماما كان تاجر سليفان؟ للأسف آه. يا فضحتك يا أشرف، يا نسبتك السودة يا أشرف. أقول إيه لزمايلي في الداخلية؟ أنا اللي بطبق القانون. أبويا يبقى تاجر سليفان، الضابط المسؤول عن ترسيخ القيم والعدالة الأخلاقيات، هو نفسه ابن تاجر سليفان. بقول لك ايه يا حبيبي، انت وهو فين واحول ولا؟ عايز اقول لكم ان البيت اللي انتوا قاعدينه ومتفشخرين فيه ده مرهون، يعني ممكن نترد منه في اي لحظه. ايه ده؟ والذهب والثروه والالماس اللي بابا سايبهم؟ الحاج الله يرحمه حط شقه عمره كله في العمليه الاخيره، اكبر عمليه سليفان، بس انا مقست كل حاجه. انا مكلم اللي هيشتري وهيكيش كمان. مكتبة بابا نجيب اللي في اول شارع نوال، عارفها؟ بس عايزكم تساعدوني تسمعوا كلامي عشان اللي اقوله يتنفذ بالحرف. انت كدبت، معنى كلامك ده انك عايزنا نساعدك في جريمتك. ايوه هتساعدني وغصب عنك، يا اما مش هتطول ولا مليم، فهمنا؟ ايه ده بس؟ ايه ده يا مختار؟ ايه ده؟ اقعد اقعد يا عبيط، انت بلا اهدى بلا زفت، من هنا ورايح كلمتي ايه اللي هتمشي. وبالمره بقى عندي مفاجاه، طالما ايه فتحنا قلوبنا لبعض، انا اتجوزت. لا كمان من غير ما تعزمنا؟ لا، ما انا هعرفكم على المدام دلوقتي. يا رؤى بنت، يا رؤى امر يا اسم الطاهر. رؤوس يا بنت الاخوات شويه. ست لما 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 ست لما رؤى مراد لما لما ست لما فرش فرش يا فرش عدد الضابط وحي ابا من باين. ايوه يا سيبتا يا سيبتا. ايوه يا يا امي، ده كلام؟ صدقني انا حزين، انا حزين ان مستواكي وصل للدرجات دي. امال مين يجيب لي حقي؟ مراسي باتمان. وليه باتمان ليه؟ ما اولادك موجودين، ولا انت متبنيانه؟ لا يا حبيبي، ده انت حبيب عمري، ده انت حبيب قلبي من جوه. بس واطي بصراحه، ربنا ما حدش يضمن حد اليومين دول. انا رايك يا حاجه، ولاد الحلال ما خلوش لاولاد الحرام حاجه. المهم بتاعتنا معانا. يا نهار اسود، البضاعه بتاعتي اتبلعت. مختار لا بلع على ايه؟ بلع على ايه؟ انزل معايا كمال الميه. كمال ده فين فين؟ انا اسمي عطره يا عم، مش وقت قفشات. انزل معايا الميه. شقع عمري، شقع عمري ضاع كده برضه يا مختار تعملها فينا. الله يرحمك يا حاج، دي كانت شغلته هو وابو دقموشه والدفاية. انا مش عايز نفس.
شو يا عمري راح؟ حرام عليك يا مختار، جبت لنا العار يا مختار. مش وقت كلام، انزل معايا يا حرام عليك. شو يا عمري راح؟ جبت لنا العار. جبت لكم العار، ده انت اللي جبت لي العار.